هذا لا طمم صدر. وهذا على جبهته مناديا وحسينا السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. مو كلكم تحت الشاشات يومين ثلاثة أربعة خمسة والقلوب تتفطر. بتقول يا ليتني كنت عند الحسين في هذه اللحظات. قف بي على السفح بين البان والعلم بالطف ليس لجيران بذي سلم. واستنطق الرمل عن قوم بساحتها حلت دماؤهم في الأشهر الحرم. وروي من دمعك الجاري مضاجعهم فإنهم قد قضوا والقلب في ضرمي. امزج بدمعك ذاك الترب فيك مدن وإن جرى الدمع ممزوجا بفيض دمي فقد بكى جابر والدمع منسكب والقلب جاش وفياض من الألم. واشقر جابر يا شيخ عباس نادى حبيبي حسين ابن فاطمة ومن فؤادك بالسهم المصيب. رمي يا بضعة بضعة الزهراء وبهجتها وسبق خير الورى المبعوث للأمم. يا ثاويا في ثرى الرمضى غسله قان من الدمع لا جار من الديم. يا أبا عبد الله تفديك نفسي وإن قل الفداء لها والجود بالنفس أقصى غاية الكرم. وظل يبكي بكاء الفاقدات على قبر الحسين بدمعين منهم انسجم مناديا وحق راسك المقطوع. يا الشمس الامضية وتعفير خدك بالثرى قطع معاه وخيل وقف صدره على حر الوطي. داست يا بن حيدر على صدور بن حبي وبقلوب وذبح الطفل مساك
كنا نعتني مصور قبل يومين. كان الشيخ بهجت رحمة الله عليه يمشي، معروف الشيخ بهجت رجل العرفان، وجاء واحد من المشايخ من المعلمين وقف أمامه قال له شيخنا أنا رايح أزور الحسين عليه السلام. قال له بتزور الحسين انتظر وأخرج بعض الدنانير التوامين من مخباه وأعطاه إياه، قال له إذا جيت لكربلاء روح للعباس وبلغ مني السلام. ما أدري شيخ بهجت يعني شنو العلاقة الموجودة، أي العلاقة القوية بالعباس، وليش سلام مخصص لهذه الفضل؟ المتقين وعلى ظالم أهل البيت لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لتعجيل فرج صاحب العصر والزمان قضى عن حوائجكم شفاء لمرضاكم والفرج على المؤمنين بالصلاة على محمد وآل محمد. في يوم الأربعين وفي ليلة الأربعين نجدد البيعة والتلبية للحسين عليه السلام. ها
هذا اليوم الذي هو من أعظم الأيام تجمعاً إسلامياً وجماهيرياً لإحياء ذكر الحسين عليه السلام وليبقى الحسين سلام الله عليه، وذلك تعظيماً لهذه الشعيرة العظيمة الكبيرة التي عظمها الله سبحانه وتعالى، وأيضاً نتقرب بها إلى الله سبحانه لإحياء ذكر الحسين وندبة الحسين عليه السلام، ونتطرق إلى المآسي التي حصلت للحسين وعائلة الحسين سلام الله عليهم أجمعين حباً لرسول الله صلى الله عليه وآله، انطلاقاً من آية قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. نقف على الجسد الكبير وعلى الروح العظيمة الشامخة الحسين سلام الله عليه، الروح الباقية، ونتكلم ونتحدث عن الفناء الزائل، ونقول بأن الحسين سلام الله عليه باق، وما من أحد انتهج منهج الحسين وسلك مسلكه وأخذ بطريقه إلا كان محاربا للفناء منتميا للبقاء الذي خلد فيه الحسين سلام الله عليه. انبثقت الثورات وكل التحديات للظلم والجور بسبب هذه الحركة المباركة التي قام بها الحسين سلام الله عليه، هذه النهضة الثورية التي أشعلت القلوب وأججت الضمائر حتى ثار الناس انتقاما لما جرى على الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو الذي أحيا الشعوب وأنار العقول وأنار الطريق إلى السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك تلاحظ بعد واقعة الطف كم من ثورة خرجت وكم من تظاهرة عظيمة وقفت في وجه الظلم محاربة للجور، محاربة للدكتاتورية، تقف في وجه الظلم والظالمين. ولهذا الكثير من تأسف وندم حيث أنه فرط وأسرف وقصر في نصرته للحسين سلام الله عليه. خرجت ثورة التوابين بسبب الندم والتأسف الذي كان في قلوب الناس بعد مقتل الحسين، حيث أنهم قصروا في نصرة أبي عبد الله سلام الله عليه. مرت علينا حادثة عبد الله بن الحر الجعفي أو عبيد الله، هذا الرجل الذي دعاه الحسين عليه السلام لنصرته، فقال يا أبا عبد الله إن نفسي لا تطاوعني على القتل ولا على الألم ولا على الهجر وفراق الأهل والأحبة، ولكن يا أبا عبد الله هذا فرسي ما تبعت به أحد إلا أدركته وما أدركني أحد إذ يلحقني. قال له الحسين ما دمت بخلت علينا بنفسك لا حاجة لنا في مالك. لاحظ هذا الرجل، هذه الكلمات التي دوت من فم الحسين سلام الله عليه من هذه المدرسة العظيمة الواسعة الكبيرة. وإذا بعد مقتل الحسين عليه السلام يندم مع نصيحة الحسين إليه، قال أنت في هذا المكان تسمع واعيتنا، والنبي يقول من سمع واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على من خريه في نار جهنم، فاذهب إلى مكان لا تسمع صراخنا ولا استغاثتنا ولا بكاء نسائنا. وبعد مقتل الحسين حتى ورد أنه أول من قصد قبر الحسين عليه السلام بعد مقتله جاء يمرغ نفسه بتراب القبر باكيا.
وخرجت ثورة الدوامين بقيادة سليمان بن صرد مع آلاف الناس، ولكن جيش الشام وجيش بني مروان وهم الذين أشد من حارب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وحاربوا الحسين سلام الله عليه، وقتل سليمان بن صرد ومن خرج معهم. فهذه من الثورات التي انبثقت من ثورة الحسين سلام الله عليه محاربة للظلم والجور. ولذلك تلاحظ اليوم كل نهضة وكل حركة في وجه الظلم وفي وجه التجويع وفي وجه التهميش والتمييز في كل العالم كلها منبثقة من حركة الحسين سلام الله عليه، من هذه النهضة المباركة. هذا ما رسمت لنا كربلاء، كربلاء البقاء وكربلاء الخلود. والحسين سلام الله عليه سفينة النجاة، ما من أحد يتعلق ويرتبط بأبي عبد الله عليه السلام إلا ويكون من الناجين، يكون من السعداء في الدنيا والآخرة. نحن في هذه الليلة نتحدث عن مشروعية زيارة الحسين سلام الله عليه ومشروعية زيارة القبور التي قال فيها البعض بأنها بدعة وأنها شرك وأنها حرام، وكيف تقصدون إلى القبور وتدعون أصحابها وتطلبون منها؟ هذا الإنسان مخطئ، هذا الإنسان بعيد عن الحقيقة، هذا الإنسان بعيد عن الجنب الإيجابية في وقوف الناس عند قبور الأولياء وعند قبور الأنبياء وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إنما عندما نقف على قبر الحسين نستلهم الإيمان والعلم والمعرفة والأدب والأخلاق. نعم، ونستلهم من الحسين سلام الله عليه كل ما يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. تقوى نفوسنا، تقوى إرادتنا، تتشجع إرادتنا بين يدي الله سبحانه وتعالى بمثولنا بين يدي الحسين، ونحن نتذكر ما جرى على أبي عبد الله سلام الله عليه. ولهذا جاءت الروايات عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وعن أهل بيته في الحث على زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام. يمكن لاحظتم لم يبق لا نصراني ولا مسيحي، والكثير من السنة والشيعة ومحبين أهل البيت يتوجهون مشيا على الأقدام إلى أبي عبد الله الحسين عليه السلام. هذه القلوب التي سمعت ووعت كلام رسول الله صلى الله عليه وآله في حق سبطه الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، نعم، وتوجهت إلى زيارته. ولو لاحظت اليوم ترى كل الطوائف، كل الطوائف عندها أضرحة وعندها قبور تطوف حولها وتصلي عندها، ولكن عندما يأتون الشيعة إلى قبر الحسين سلام الله عليه أو إلى قبر أحد المعصومين عليهم السلام اتهموهم بالكفر والشرك والارتداد. قبر ابن تيمية يدخلون إليه ويطوفون حوله ويصلون عنده وهو صاحب هذه الفتنة وهذه الكلمات التي كفر بها من يزور القبور وحرم زيارة القبور والصلاة عندها. انظر إلى قبره كيف يطوفون حوله، عبد القادر الجيلاني وغيره، صلاح الدين وغيره، قبور ما شاء الله. تذهب إلى حمص مثلا أو إلى سوريا، حجر بن عدي وغير الكندي وغيره، هؤلاء قبور يطوفون حولها وتزار أو أضرحة يتبركون بها، ولكن عندما يأتي الناس ويتبركون بقبر الحسين سلام الله عليه تكون هذه بدعة ويكون كفر وضلال. ما يعرفون على أن الحسين سلام الله عليه من زارني زرته ولو كان في النار لأخرجته. فلم تكن بدعة زيارة الحسين عليه السلام،
النبي الأكرم صلى الله عليه وآله كان يزور قبور البقية، وكان يقصد لزيارة عمه الحمزة، والرواية المشهورة: من زار لي ولم يزر عمي الحمزة فقد جفاني. فالنبي صلى الله عليه وآله يؤكد ويبشر الأمة على أن هذه الأعمال هي أعمال خير توصلكم إلى الله سبحانه وتعالى. النبي الأكرم: نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة. واحد عندما يقف على قبور يتطلع ينظر أين هؤلاء الناس الذين كانوا حولنا وكانوا عندنا وإذا بهم كلهم فارقونا. فهذه رسالة من الله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان يتذكر مستقبله. وإذا رأيت جنازة محمولة فاعلم بأنك بعدها محمول. وهكذا الإنسان يتذكر وتكون الموعظة والعبرة بالنظر إلى القبور. ولهذا ورد استحباب أن يأتي الإنسان إلى قبر مثلا أقربائه وما شابه ويقرأ ما تيسر من القرآن، يستأنس الميت لقراءة القرآن ويزال في ثوابه. وهكذا زيارة القبور لم تكن بدعة حتى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن ابن تيمية يحمل في نفسه الحقد والبغض والقهر على آل رسول الله صلى الله عليه وآله، فحرم زيارة قبورهم. بهذه الصورة تلاحظ اليوم واحد يقف على البقيع يضرب على يده ويأخذ الكتاب من يده وما شابه، إنه شرك، إنه شرك. بهذه الصورة يحاربون زيارة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن انظر وقع هذه الزيارة العظيمة، وهي من علامات المؤمنين كما جاء في الرواية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من علامات المؤمن خمس. ما هي هذه العلامات؟ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وتعفير الجبين، وصلاة 51، وزيارة 40، يعني زيارة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، لما جعل الله لأبي عبد الله من القدر والشأن الرفيع باستجابة الدعاء وبالشفاء عند تربته. وهذا ما جاء عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: لقد عوض الله جدي الحسين بعوض لم يعطها أحد، أن جعل الأئمة من ذريته، والشفاء بتربته، واستجابة الدعاء عند قبلته. رزقنا الله وإياكم أن نكون تحت قبة أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى يستجاب لنا الدعاء. وكان أئمة أهل البيت سلام الله عليهم يؤكدون ويحثون الناس على زيارة الحسين سلام الله عليه. يدخل أبو هاشم الجعفري على الإمام الهادي عليه السلام لعيادته، وكان موعوكا أي مريضا، فأعطاه شيئا من المال. قال له: انظر، أحدا من شيعتنا من محبينا وخل يأخذ هذا المال ويقصد إلى كربلاء ويزور الحسين ويدعو لي تحت قبة جدي الحسين عليه السلام بالشفاء. يقول أبو هاشم الجعفري: أخذت الأموال وجئت، التقيت بأحد رجال الإمام سلام الله عليه، قلت له: هذا مبلغ من المال، واذهب إلى كربلاء وزر الحسين وادع للإمام الهادي بالشفاء. يقول: قال لي هذا الرجل: مو أن الإمام الهادي هو الحائل؟ الإمام الهادي سلام الله عليه إمام معصوم يدعو لنفسه دعوته مستجابة. يقول أبو هاشم الجعفري: فداخلني شيء في نفسي، جئت للإمام سلام الله عليه، قلت له: سيدي يا رسول الله، أولست أنت الحائر؟
أو لم تكن أنت مستجاب الدعوة؟ ليش ما تدعو لنفسك يا ابن رسول الله؟ قال يا أبا هاشم إن لله بقاع يحب أن يدعى فيها ويستجاب فيها الدعاء، ومن تلك البقاع هي تحت قبة جدي الحسين سلام الله عليه. نعم، استجابة الدعاء تحت قبته، الشفاء بتربته. يسأل أحد العلماء بأي مقدار يعني الشفاء من أي تربة، هل هي من القبر الشريف؟ قال لا، 70 ذراعا من 4 الجهات من قبر الحسين سلام الله عليه يكون الشفاء بتلك التربة، بتربة أبي عبد الله سلام الله عليه. وكانت الروايات الكثيرة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بالحث على زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. يعني كل أئمة أهل البيت أجاؤوا لزيارة الحسين سلام الله عليه. دائما يربطون الأمة، يربطون الأمة بأبي عبد الله عليه السلام. هذه ما تحمل هذه النفس من روح إيجابية من حياة الحسين سلام الله عليه. وفي زيارته النجاة، إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله، قرير عيني وحاشا أن تمس النار، جسما عليه غبار. زوار الحسين يقولون الشيخ جمال الدين الموصلي أو الخليعي هو صاحب هذين البيتين أو هذه القصيدة، إذا شئت النجاة فزر حسينا، كان أبواه ناصبيان من النواصب الذين يبغضون ويكرهون أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ولم يرزق بأولاد. في يوم من الأيام توجهوا إلى الله بالنذر، يعني لله علي إن وفقني الله أو إن رزقني الله ولدا. اسمع هذا النذر لهؤلاء المبغضين لأهل البيت عليهم السلام، اللي أولادهم اليوم الدواعش وغير الدواعش، انظر ماذا يقولون هؤلاء: إن رزقنا الله ولدا هذا نقوين جسده ونجعله قاطعا لطريق زوار الحسين عليه السلام. يعني لاحظ، وهي الجرائم اللي ارتكبوها آل مروان وبنو العباس في منع الزيارة لزيارة الحسين سلام الله عليه، يمنعون الناس أن يتقربون إلى الله بقربهم لأبي عبد الله الحسين عليه السلام. لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره. اليوم لاحظ القلوب التي يشوى عليها اللحم، يشوى عليها اللحم اليوم. هذين الوهابية والدواعش لما ينظرون إلى الملايين التي تحط قبر الحسين سلام الله عليه، يعني ايش رايحة تكون نفوس هذين الناس بهذه الصورة؟ على كل حال، هذا الله سبحانه وتعالى أراد أن يبتليهم، أراد أن يمتحنهم، فأعطاهم هذا الولد اللي هو جمال الدين، فكانوا يطعمونه جيدا حتى نبت جسده أو استوى وافتدت عضلاته، قلدوه سيفا وقالوا له ابق قاطعا لطريق زوار الحسين. لا تخلي أحد يروح لزيارة أبي عبد الله سلام الله عليه. قال مهي مشكلة، هذا وقف في الطريق في ليلة من الليالي، تعب هذا الإنسان وغفت عينه، غفت عينه وكأنه رأى أن القيامة قامت. وش صاير؟ وإذا تأتيه جلاوزة جهنم، هي هذيل ملائكة العذاب يجرونه. وإذا بالنداء من الحسين سلام الله عليه: إن هذا حرم جسده على النار. ليش أبا عبد الله؟ قال: لقد أصابه غبار زواري. يوم كان نايم كانت القوافل تروح وترجع، والغبار وين ينزل؟ على هذا الإنسان.
فعليه غبار زواري فنجا بشفاعة الحسين سلام الله عليه. هذا قعد من النوم وهو يقول إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، وحاشا أن تمس النار جسما عليه غبار. رمى السيف من يده ووقف عند احدى القوافل القاصده الى كربلاء، قال لهم الى وين انتم تريدون؟ قالوا احنا نريد الى كربلاء. قال خذوني معكم اخدمكم الى ان اصل الى الحسين، واذا وصلت الى الحسين خلاص بعد ما لي عمل وياكم. وبقي عند الحسين الى ان مات. هذا الرجل الذي أراد أن يحارب الحسين فأنقذه الحسين سلام الله عليه. يعني اللي أقوى منه وأكبر منه ما استطاعوا. أبي مروان المتوكل العباسي أخذ الضرائب على شيعة أهل البيت على زوار الحسين، وله ضريبة سهلة 10,000 دينار أو 1,000 دينار في البداية. 1,000 دينار يأخذ على كل زائر يريد أن يذهب لزيارة قبر الحسين عليه السلام. هذين الناس المؤمنين يجمعون أموالهم حتى يروحون بس يزورون الحسين عليه السلام. جاء الخبر إلى المتوكل قال لولا ترى هذين الناس ما قاعدين يمتنعون، يبيعون أملاكهم أولادهم حتى يأتون لزيارة الحسين سلام الله عليه. قال تقطعون من إيد كل 10 إيد واحد، يعني اللي يريد يزور الحسين أن تقطع يده من 10 أشخاص تقطع إيد واحد. وإذا يتجمعون 10 عند المسلحة ويأتون وكل واحد يتقدم يريد تقطع يده حتى يزور الحسين عليه السلام. عبد الرسول الرميثي في قصيدته اللي كان يقراها شيخ حمزة صغير رحمة الله عليه يقول أرد قال ليزور حسين منيدة تنقطع شفه، عطينا جفوفنا في الحال وجينا نزورك بلهفة، ومن الألم ما صحنا صحنا بيك. هي هذيل الناس ها الذين آمنوا بالحسين عليه السلام. قالوا يا متوكل ترى هذيل الناس يسارعون إلى تقطيع أيديهم حتى بس يروحون إلى زيارة الحسين. قال اقتلوا من 10 واحد، وإذا يتسابقون حتى يقتل واحد ويضمن 9 راحة حول زيارة الحسين عليه السلام. وبعد ما توقفوا الناس عن الزيارة إلى أن وصل تقتل 9 واحد يوم حزور الحسين. فقدموا أنفسهم قرابين لزيارة الحسين عليه السلام أن تقتل 9 واحد يروح يزور الحسين عليه السلام من كل 10. هذيل الشيعة اليوم يقدرون يمنعونهم. ينقل الشيخ الدكتور الوائلي رحمة الله عليه رواية يقولون وكانت هناك عجوز امرأة جمعت لها 1,000 دينار من الذهب في ذاك الوقت وجت وصلت عند المسلحة. له نقطة التفتيش اصطلاحنا أو السيطرة مثل ما يقولون اليوم. ووقفت هذه العجوز قالوا لها حجية التين وين رايحة؟ قالت أنا متوجهة لزيارة الحسين سلام الله عليه. قالوا لها عندش انتين ضريبة؟ قالت هاي الضريبة ترى جمعتها من يوم أني صغيرة إلى أن بلغت هذا العمر حتى حصلت على هذا المبلغ أجي لزيارة الحسين سلام الله عليه. و55 سنة حكومة بني العباس هم يمنعون زيارة الحسين سلام الله عليه، لكن ما استطاعوا. خل حكام بني العباس يجون اليوم يشوفون هؤلاء الناس الذين هم حول قبر الحسين سلام الله عليه. نعم، وأول من زار الحسين عليه السلام من المؤمنين جابر بن عبد الله الأنصاري. يقول ابن عطية خرجت مع جابر
قاصدين أرض كربلاء لزيارة الحسين سلام الله عليه. يقول لما وصلنا أرض كربلاء التفت إلي جابر قال يا ابن عطية إني أشم رائحة طيبة. قال سيدي لقد وطأنا أرض كربلاء. فكبر جابر ثلاثا قائلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. ثم أخذ يخاطب تلك الأرض وتلك التربة بلسان الحال طوبى هاي نجم تربة لديه صرة من السعد أنثرها على بدنه واتزر بإزار وارتدى بآخر. قال يا ابن عطية خذ بيدي إلى قبر الحسين. وقصر من خطاك يا ابن عطية فإني سمعت من حبيبي رسول الله يقول إن لزائر ولدي الحسين بكل خطوة 1000 حسنة وتمحى عنه 1000 سيئة. واعلم أننا نمشي على أجنحة الملائكة. هذا كلها كرامة للحسين سلام الله عليه. يقول ابن عطية فأخذ جابر يمشي وهو يسبح الله ويقدسه ويهلله حتى وصلت إلى قبر من القبور. قال ألمسني يا ابن عطية. أخذ تربة من تراب ذلك القبر شمها قال دلني على غيره. يقول أخذ يسحب جابر أذيانه إلى أن وصلت إلى القبر الشريف. جلس جابر عند ذلك القبر أخذ قبضة من التراب رفعها إلى أنفه شمها وإذا به يغشى عليه. خر مغشيا عليه شممت ثراك فهب النسيم نسيم الكرامة من بلقعي. يقول ابن عطية فرششنا عليه قليلا من الماء. أفاق جابر بن عبد الله الأنصاري ونادى ثلاثا حسين حبيبي حسين حبيب لا يجيب حبيبه وأنى لك والجواب وقد شخبت أوداجك على أثباجك وفرق بين رأسك وبدنك. أشهد أنك ابن خير وابن فاطمة الزهراء غديت من ثدي الإيمان ورضعت بالإسلام فطبت حيا وطبت ميتا. وأخذ يسلم على الحسين عليه السلام ثم التفت
عن يمينه وسلم على أنصار الحسين: السلام عليكم يا أنصار الله وأنصار رسوله، السلام عليكم يا أنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة والحسن والحسين، وأشهد أننا قد شاركناكم فيما أنتم فيه. يا جابر واقعا، وهذه كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله: انظر إلى الناس اليوم في كربلاء عند قبر الحسين، أما خافوا لا من تفخيخ ولا من أحزمة ولا من غيرها. يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، يقولون له: يا ابن رسول الله، أو نزور الحسين؟ أزور الحسين وأنا خائف؟ قال: زر الحسين وأنت خائف، واعلم أنه من زار الحسين خائفا آمنه الله يوم الفزع الأكبر. شلون يا جابر تقول: وإنا شاركناهم، القوم فرق بين رؤوسهم وأبدانهم، ويتمت أطفالهم ورملت نساؤهم، ونحن لم نعلو جبلا ولم نهبط واديا. قال: لصدق حديث رسول الله: من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم، وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى علي الحسين وأصحابه. تقول الرواية: التفت أحد غلمان جابر إلى غبرة وسوادة من جهة الشام، قال: سيدي جابر، أرى سوادة من جهة الشام مقبلة. قال: اذهب وتحقق الأمر، إن كان سيدي ومولاي زين العابدين فأنت حر لوجه الله، وإن كان أحد من أصحاب عبيد الله بن زياد فأسرع إلينا، أخبرنا حتى نأخذ لنا ملجأ. يعني شنو هذا الإمام زين العابدين لما خرج من الشام: ولا قاتلك المسات، خرج مع النعمان ابن بشير يقيد القافلة، وصلوا إلى مفترق طريقين: طريق إلى المدينة وطريق تدخلهم العراق إلى كربلاء. التفت الإمام زين العابدين إلى عمته زينب عليها السلام، قال: يا عمه، نحن على مفترق طريقين، طريق تأخذنا إلى كربلاء وطريق إلى المدينة، فأي الطريق تريدين يا عمه؟ نروح نزور الحسين ويا زينب لولا؟ يلا توجهوا إلى كربلاء مع زينب، مع عقيلة الطالبين. ماذا تقولين يا زينب؟ قالت: قولوا لحادينا يمر الغابرية، قولوا لحادينا يمر الغابرية، نسلم على Yeah.
كانوا في الطريق قريب إلى المصارع، إلى تلك البقعة الطاهرة، أو إذا ببعض الأشخاص من الذين جاءوا إلى زيارة الحسين، وكان من بينهم غلام جابر بن عبد الله الأنصاري. أتقول زينب سلام الله عليها: بني أبا محمد ما لهذا الحادي؟ كلما قلنا له لا تمر بنا على طريق قليل كثيرة النظارة فإنا خزينا من كثرة النظار، قال: لا يا عم، هذا غلام جابر، وبعض رجاله جاءوا لزيارة أبي الحسين. قالت: أجل وصلنا كربلا يا سجاد؟ قال: بلى يا عم، نادت قبر الشهيد. سلام الله عليه، وأخذت تخاطب أخاها أبا عبد الله: ابعد وانظر ماذا حل بنا وما جرى علينا، ترى الغاب الكثير من عائلتك يا أبا عبد الله، ترى عزيزتك مدللتك رقية ما جت ويا قل قعد احكي لك منها ضمن يا ضي العين، وانظر الحال وحال سكنة والنساوي دخلة وابن الكوفة وفزع النصابين، نتفرجون على اليتامى وكل موضع. بعد ايش عندك يا زينب؟ عند قبر الحسين، ثم التفتت زينب إلى الإمام زين العابدين تقول له: بني أبا محمد، ترى عندي موضوع غير، عندي أمر آخر. شلون يا عمة؟ قالت: أنت اللي دفنت الأحبة. شا
شتريدين يا عمه؟ قالت على قبورهم دلي ابقض منهم وداع، من القبر للقبر بمشي لو بلا قناع. قلت المروه تحرك الحلوين لطباع ويتنخروا لي من رعوني مالي خماع. بعد يا زينب تريدين تروحي المكان؟ قالت يا صاب درب المشرع يا ابن دقلي، على قبر ابو فاضل ارشدنا ما ندلي. لا يقول طبه وكربله وما جوني اهلي، واجب علينا نروح له واجب علينا. قبر امه يا عمه، اين قبر كافر يا سجاد؟ قال على شاطئ الفرات، نظرت الى اثار قبر ابي الفضل عند المسنات، نادت وصلناكم يا ابو فاضل وما جيتم تنزلونا، وجبنا الروس ويانا ومنكم نطلب، لكن راس حسين سمحوا تراه مكسر سنونا. جبنا الروس ويانا ومنكم نطلب العون، لكن راس حسين سمحولي تراه كسر سنونه، وبطشت الذهب كسرها يزيد تنظر عيوني. أطفالهم ذو ضحى فيها، خذوا تربها كحل من البصر. يا راجعين السبايا قاصدين إلى أرض المدينة، ذاك المربع الخضري. تقول زينب بني علي بني ابا محمد، من عادة المسافر يرجع الى اهله بالهدايا والتحف، احنا شعدنا من هدايا رايحين نرجع الى اهلنا بالمدينة. قال خذوا لكم من دم الاحبار. يا الله يا رحمن يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني والأمصار المستشهدين بين يديه، اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من حضر مجلسنا هذا ومن سألنا الدعاء. الكثير من طلب الدعاء في هذه الليلة بين يدي الحسين عليه السلام. اللهم اشفهم بشفائك وعافهم بعافيتك واكفهم من البلاء، لا سيما المعنيين والمخصوصين بحق محمد وآله الطاهرين، وبحق سورة المحترمة الفاتحة والصلوات.